يقولون بأن الزمن لص ظريف يسرق شبابي. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم الذي كرة القدم السعودية ربما لن تنجب مثله خلقا وفنا. على مستوى الوفاء عربيا خليجيا لا اعتقد بان نجد لاعبا يكفي لفريقه ولجمهوره ولناديه ويقدم الانجاز ويحقق الالقاب ويسطر الارقام ويدخل التاريخ ويلعب الكثير من المباريات بقميص فريق واحد ويبقى وفيا محبا لهذا الفريق عاشقا لهذا الكيان. مهما تغيرت الاسماء، مهما تبدل المدربون، تتغير يرحل الكثيرون، ليبقى محمد هو محمد، ليبقى محمد هو محمد. مرة أخرى إلى حمد الحمد، مررها إلى الشروق، بالفعل مررها، هذه ممكن، هذه جول، أوه ما زالت للموهوب، يا سلام، برافو، يا عم سدد.
تسديده للمسافه بعيده. اسمع التحيه للمحبوب، حاول مع افضل حارس على مستوى هنا الموهوب، هنا صاحب ال 35 سنه، يا عين عين عيني عليك. وصلت للش على النقلة، على النقلة، عينك على الشلهوب، عينك على الشلهوب، الله 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 الله. هذه تشوفها من رونالدينيو، هذه تشوفها من ميسي، هذه ما تشوفها كثير في كرة القدم. إذا استطعتم الوصول إليه الحقوا بي، الحقوا بي إن استطعتم. الشلهوب دموعة حاصرة يحاول أن يمنعها، بعد 2019 سنة سيرفع الكأس الآسيوية الغالية بمسماها الجميل وبمسماها الجديد، لينهي بعد ذلك ربما تاريخا حافلا يا محمد بالأرقام والألقاب.